فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. هذه الأجواء الكبيرة جدا في مدرجات ملعب في مدرجات استاد 974 في منطقة راس بوعبود، ومجريات هذه المباراة التي تجري وسط هذه الأجواء والألوان الأسود والأحمر والأبيض لا تعرف المصري من التونسي إلا من خلال حملة الأعلام الوطنية المصرية والتونسية. هذه تشكيلة المنتخب المصري اليوم تقريبا مكتملة في غياب أيمن أشرف، فقط يلعب اليوم المنتخب المصري بمحمد الشناوي في حرس المرمى، أكرم توفيق على جهته اليمنى، أحمد فتوح على جهته اليسرى، أحمد حجازي مع محمود الونش في وسطي الدفاع، عمرو السولية، حمدي فتحي ومجدي أفشا ثلاثي وسط الميدان، زيزو مع حسين فيصل وكذلك مروان حمدي. المنتخب درب للاعبين، با 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 رائعة، كرة رائعة فوق الرؤوس، يا سلام الراسية من منتصف في غياب حد هنالك عن مروان حمدي. مروان في الجهة اليسرى، توزيع وسهلة لمحمد أخرى، وهنا الكرات التوزيع دراجر والتقدير جعله محمد دراجر، مسألة المراوغة محمد يوصلها من هنالك، أوه يلحق على الجزيري وكذلك يوسف المساكي، تغطية دفاعية في اتجاه اللاعب أكرم توفيق، أوي كرة لم تمر وما زالت مصرية، أعتقد في الجهة المقابلة خلف معيز حسن، كرة ضايعة بعيد أو شد يكون في ركلة جزاء، الركنية والمساكي بالراس، مرت سلامات حنا بعلى عربي يوصل للجزيري، الجزيري وحنا بعلى الجزيري، عايدة من حجازي الممتازة من هنالك بحثا عن حسين فيصل لم يقدر عليها، أمام بلال عيد، صفر مقابل صفر، مباراة سندخلها عندما يسراجير لاستحواذ مهم في بداية المباراة. مهيان غيلان، غيلان في العمق يبحث عن المساكني يراقب أحمد فتوح، كرة بعيدة وفي اتجاه الحارس معز، أكرم يوسف يلعب، يوسف المساكنة لعب كثير مركز من هنالك على الجهة اليمنى بن حميدة، كورتوا مع ياسين مرياح، تلعب بالنار يا ياسين لعمرو السولية، عمرو يرفع كورة بعيدة يا عمرو، هاي عمر فرجاني ساسي، الحكم خلى اللعب راحت لحنا بصل، حنا بعد المرة الثانية يخطف الكورة والحكم يقول لك في خطأ لصالح عناصر ناحية أحمد حجازي، كورتوا قصيرة، تونس أفضل لحد الآن في الربع ساعة الأول، تونس أكثر مبادرة وتونس أمامه، زيزو لم يمر، ولكن بعد نفذ ركنية مرفوعة خطيرة بالرأس، وسهل الكرة هذه، دراجير هرب دراجير يوزعها والركن، الصعود ومساعدة زيزو في حينه ينطلق حنا بعل وبن حميد لمجدي أفشا، حاول يدخل مجدي يلعبها في العمق، ضاعت الكرة تستر يمينا وشمالا مقارنة بيوسف المساكني، يجري ويسترجع كرات ويعرقل ويدفع وكل شيء بالنسبة دراجير، رائعة كرة محمد دراجير، المنتخبات لأن المنتخبات يجب أن تخرج ويبقى ميدا، توزيعة خطيرة، رائعة الكرة هذه وخطيرة في اليوسف، كرة مصرية وتزيد، أولا أحمد حجازي يسدد على طول، وجد بكل حال هو صار على كل لسان في هذه البطولة بفضل ذلك، الجزيري رقب كرة، الجزيري ما زال سيف الدين، أحمد حجازي في العمق، كرة ممتازة لزيزو من قبل أفشا وتغطية دفاعية، زيزو منطقتهم، التسديدة أرضية وسهلة، هذه التسديدة من قبل غيلان الشعلالي، رجعت نعم تحسدها، التوزيعة من عيفا، الكرة بالرأس والتغطية الدفاعية، دخل حسين يلحق عليه أحمد فتوح، رايح يا حسين، وين رايح يا حسين؟ حنا بال الراسية، في القائمة الثانية تونسي بالكرة، غيلان الشعلالي الحكم قيد الأمام، ياسين مريح بالرأس يتفوق ياسين، تروح من هنالك لعمرو السولية، الحكم خلى الأفضلية، لا لأكرم توفيق، أكرم والدفاع سلم، الكرة ضاعت، حمدي فتحي يسدد وتروح للجزيري، كأن بالمصريين عادوا وكأن بعناصر المنتخب المصري، رجعت تنتهي لعمرو السولية، عمرو وكرة قصيرة وبابا جول وبابا باط، يا سلام ضاعت فرصة لا تعوض، ضاعت فرصة لن تتكرر بالنسبة لم سليت وعمر السولية وجول، ويحلقون عاليا في سماء الدوحة وفي سماء في الوقت بدل الضائع،
يفعلونها. Target's in sight. Stealth chopper. Target down.